كما أشاد العمدة عيد السرحاني أحد عمد مطروح بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمحافظة مطروح، حيث جاء ذلك في لقاء خاص للتلفزيون المصري على هامش الزيارة الرئاسية لمحافظة مطروح. بالنسبة لنا احنا كأبناء مطروح كانت زيارة مثمرة بالنسبة لنا، وطبعا احنا أول ما بدت مرسى مطروح بدت من العلمين، مشروع العلمين، وحاليا عندنا كمشروعات استثمارية مشروع راس الحكمة إن شاء الله هيتم في الإنشاء، وإنشاء ميناء جرجوب على عهد السيد الرئيس السيسي. فطبعا كل المشاريع الاستثمارية ديت فيها نسبة كبيرة إفادة لأبناء محافظة مرسى مطروح، لشباب مرسى مطروح، للأجيال اللي طالعة بعد منا إن شاء الله لأبناء مرسى مطروح. يعني من ضمن زيارة النهاردة، يعني وعدنا السيد الرئيس بضخ المية إن شاء الله الترعة توصل مطروح بس في المرحلة القادمة، يعني لأن طبعا أنت عارف تكلف كتير، وإن شاء الله وعدنا برصف الطريق من مطروح لحد السلوم هنا لحد الجمرك فوق، هيبقى طريق مزدوج زي طريق اسكندرية مطروح القاهرة اسكندرية.